<applause> على بركه الله متابعي قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناه شوف تي في كتواجدوا دائما بحمريه التابعه للنفوذ الترابي الاقليم قرصيف آه كتواجدوا في دار ربحه ربحه قصه ديال واحد السيده اللي وقع لها واحد المشكل ملي كان صغير تقول الروايه طاحت ملي كان صغيره آه طيحت الاخت ديالها الشنافه ديالها أه، طيحه رجعت للشنافه ديالها انها عانات معها كبرت هي كتكبر وكتكبر داك الشنافه على سبيل انها ورم ما خلات تطبيب ما خلات حتى مصحه ما خلات حتى شي واحد ما مشاش عنده في المغرب كيقول لها ما عرفناش المشكل فين عندك وما خفنا اننا نديروا استئصال لذاك الجهه اللي منفخه فمتابعه انا تي في رابحه كتوسل من, كت من المغاربه والناس المحسنين انهم اللي عنده شي شي معلومه على هذا المرض اللي فيها تقول بان راه ما فيها لا ورم لا كونسير كما كنقولوا لا ورم خبيث لا حتى شي حاجه لكن عياس بالاطباء عياس بالادويه والغريب في الامر ان هذا الورم اللي عنده في آه في, في, في نفسها فوقاش شحال له الدواء شحال ما كيكبر قصه صادمه قصه اللي قاصحه قصحه بزاف لا على رابحه لا على متسبع اللي يشوفوا معنا فدخلوا معنا عند رابحه ونسولوها ونعرفوا المشكل فين عندها ونتمنوا من ذوي القلوب الرحيمه والناس المحسنين انهم اللي إيه عنده شي معلومه يقدمها لها اللي عنده شي مساعده يقدمها لها اللي عنده شي تجربه داس عليه بحال هذه دي التجربه ديال رابحه يقدمها لها من فدلوا على الخير كفاعله مرحبا بكم كنتواجدوا متابعي قناه شفتي في في الحمريه الحمريه هذه تابعه النفوذ ترابي الاقليم كرسيف خالتي <applause> <أمي>. رابحه كيراكي <applause> مزيانه عاوديني على هذا المشكل ديالك هذا المشكل دي يا ولدي تحت منين كنت صغيره تحت منين كنت صغيره منين كنت صغيره ما مشيتش للطبيب منين كبرت بقيت كنتبع الطب ما خليت بلاصه تخليت ما خليتها ولدي تا بلاصه مشيت للدار البيضاء للرباط الفاس لوجدان ما خليت بلاصه كيقولوا لي الدواء عندك شخص خصك تخرجي برا وخص هذا عندك صعيب عندك العروق مع طالعين مع الراس ولا اخر ايوا لي لياس دابا ما شنو غادي مقطعنا قطعنا لياس سبحانه وتعالى دبراني كيقلوا ولا حنا استقنا الله وصافي داكشي اللي كان اللهم مالك الحمد يعني هادي كتقولي غير طيحه تحتي شحال من شي زايده كتكبري ونتي ايا كت كتكبر داك و... داك الطيحه واه ولدي ما حد انا كنكبرو هي كتكبر و ملي كندير لها الدواء كتزيد لي عا واه يا 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 عيشي واه ملي كنخرج الشمس عاود كنترعف كنترعف بزاف ليسخوجي <applause> الشمس ترعى فيه هو <applause> كيفرعني راسي وكنترعف وكيدير لي فيه قرد الدم وراك عارف الطبيب ما قالكش كيش كونسير ولا شي ولا قال لها كيش الحمد لله لا 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 داك الشيء ما عنديش الحمد لله لا داك الشيء ما عنديش درت سكانير في وجه تازه يعني قال لي قال لختي مشات مع اختي قال لها راسها بحال الحليب ما عندهاش الحمد الحمد لله, لله. المشكل اللي عندي عندي, عندي غير في هذا والاطباء اش قالوا لك عليها؟ هذا الشيء اللي كيقولوا لي خايفيني يحيدوها علاش؟ كيقولوا عندك العروق العروق لاصقين معاه هو قال لي عندك العروق مع دارت مع الراس وخايفين خايفين انا الاطباء اللي مشيت عندهم واش غير الاطباء ديال عاديين ولا اختصاصيين ولا مصحات كبار ولا ما المهم ما خليت بلاصه مشيت لي اختصاصي ومشيت ل ما تا مخ... ال... واحد ما ما عطاوكيش حتى الامل ما قالوا لك خصك تبقاي هكا غير اللي يقول لي الا خربنا فيك غادي يوقع لك شي حاجه اخرى شي مشكل اخر الا خربنا فيك غادي يوقع لك شي عينك يتمشي الله يرضي عليك واه هاك فمتابعه قناه شفتي في كانت تواجدوا عند رابحه المتواجده بحمريه تابعه النفوذ صورة الاقليمي الحمد لله المحسنين ما كيحشموناش وسمعنا على حالات انسانيه قدمنا لهم النداء وتعالجوا كاين اللي تعالج كاين الحمد لله الامور صاديه مزيانه فالتربحه ما كتطلبش من المحسنين انكم تشفقوا عليها ولا شي حاجه لكن أنك تقول لكم طاحت و وتنفخت لها الجهه ديال الشنافه هذه هذه اللي في الفوق والغريب في الامر كتقولي فوقاش ما درتي الدواء كانت تكبر <applause> بعد الوشا كتاكل غير غير من الدواء هذه ولا الله وعلم دابا هي ملي كندير لها الدواء كتزيد كتنفخ لي بزاف هادشي كتنفخ و... مشيتي عند الاطباء مشيتي عند هذه قلت خليت بلاصه ما خليت بلاصه مشاو معايا خوتي مشاو رجعت مع اختي داني عمي الله يرحمه وداني المهم ما خليت بلاصه غير دابا منين صافي قطعوا لي الياس قالوا لي ما كاينش برا ما الخارج احنا ما نقدوش على هادشي يعني قال لك خصك تقدري تمشي تعالجي لها برا اه الله يرضي عليك وهذا الشيء اللي كيقولوا لي فين ما مشيت فين ما مشيت المهم هذه هي الهضره ديالهم ما خلي فمتبع قناة شوف تي في الاطباء اللي قالوا لك خصك تمشي كيقولوا لي ما عندناش الحل ديالك حنا ما نقدوش عليها خصك هذا الشيء عنده الحل ديالك برا الاطباء قالوا لك خصك اه كيقولوها لي, لي نيشان قالوها لاختي قالوها لعمي وقالوها ما خلاوش ما عندكش شي واحد في الخارج عندي تما عمي ولاد عمي عندي خالي ما سولوكيش على هاد المر تما ولا ما سولوك فمتابعي أنا شوف في رابحة أقول كتقول لك فاش مشات عند الاطباء هنايا مشكورين ماشي ما رفضوا يعالجوها ولا ولاني ولا قال لك خفنا نقيسوا في هاد السيده هادي لكن الدواء ديالها او عمليه جراحيه او كتواجد خارج المغرب فالله يجازيكم بخير من داوي قلوب الرحيمه والناس المساعدات انهم يعاونوا هاد السيده هادي أشقل المغاربه يا اختي بعدا شكرا استقبلتينا في, في البيت آه آه ديالك هو شكرا ولدي كنشكركم ولدي وكنشكروا القناه ونا بزاف ولدي الله بغينا نعاونوك ان شاء الله وتولي آه آه الحمد لله راكي عاديه غير ان شاء الله ولدي الله يرضي عليك اللهم لك الحمد, الحمد كنشكركم ولدي بزاف الله يرضي عليكم الله يسهل عليكم الله يعاونكم هذا الشيء اللي غادي نقول تقولي المغاربه على هذه اش كتطلبي منهم كنطلب منهم الا كانت شي مساعده والا كان شي حاجه كيعاونوها هذا الشيء اللي كنطلب منهم كنطلب منهم اللي كان شي حاجه اللي باش يعاونوني وهذا الشيء اللي كنطلب منهم والله يسهل عليك والله يرضي عليكم كاملين محر. والله يهز علينا هذا البواب هذا آه اللي كان والله يرضي عليكم شكرا شو ي... فمتابعة فمتابعي قناه شوف في كانت واجده بحمريه تابعه للنفوذ بالاقليم الاقليم كرسي عند خالتي رابحه اتربحي ان شاء الله اتربحي والله تتربحي ان شاء الله عند خالتي لابحه فخالتي لابحه عندها هاد الورم هنا ماشي ورم ولكن طاحت من داك الطيحه محده كتكبر وهي كتكبر معاها فكتطلب من القلوم الرحيمه والناس شي استشاره او شي اختصاصي او كذا الناس اللي في خارج المغرب انهم يشوفوا هاد الحاله وكنعرفوا آه العطف والحنان ديال المغاربه اللي خارج المغرب وراه رقم الهاتف ديال رابحه اسفل العنوان استودعكم الله